اللي بجربها وبجرب طعم الكسبة بيعود بعيد التجربة. الكسبة عبارة عن طحينة حمراء مصنوعة من السمسم المحمص، نطحنها ونعجنها عشان نستخلص من الطحينة السيرج عشان تصير كسبة. الكسبة معروفة تقريبا في الخليل وقراها، بس في مناطق الشمال مش معروفة، يعني في ناس بتعرفها بس قليل يعني، بس هيك ان هي اكتر اشي مشهورة في مدينة الخليل. هي يعني بيكون الناس بتفضل تاكلها في الشتاء اكتر، ولكن هي على مدار الوقت على مدار السنة كوجبة غذائية كويسة زاكية جدا. في ناس بتفضلها حلوة وفي ناس بتفضلها سادة، تأكلها سادة يعني زاكية كويسة، يعني لها فوائد كثير، يعني نسبة الكلس فيها عالية، الكسبة كويسة للمرضعة، تساعد على زيادة الحليب، للي عنده أحا صدره يعني بيكون مشحط هيك من الجو، السيرج اللي فيها بيطري الحلق وبيساعده يعني بيخفف البلغم في الصدر.